السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس اليوم اللي حنتعرفوا فيه على طريقة التحويل من نظام العد الثماني لنظام العد العشري. طريقة التحويل بسيطة، عم تنحولوا من اي نظام للنظام العشري حنستخدموا عملية الضرب، ام تنحولوا من اي نظام من النظام العشري لاي نظام حتكون العملية قسمة. فعندنا عشري يعني شبيهة بنفس نفس سلاسة او اسلوب التحويل، مثلا من ثنائي للعشري او من سادس عشر للعشري وغيرهم. فحاليا مثلا عندنا القيمة 122 بالنظام العشري، حابين نحولها للثماني. حناخذ القيمة بالنظام العشري حنقسموها على 8 لان احنا عندنا هي بالنظام الثماني، او حنحولوها للنظام الثماني. اسف انا حاليا هنا تلخبطت، السهم المفروض يكون هو بالعكس، يعني مثلا حيكون النظام فعليا هيك. اسف، حابين نحوله من النظام العشري للثماني، فحتى لان احنا حابين نحوله من العشر للثماني، فحناخذ القيمه اللي بالعشر وحنقسمها على الثماني. يعني مثلا عندي 122، حناخذ 122 حنقسمها على 8 تساوي 15. في عندي باقي قسم 2، لان 15 ضرب 8 تساوي 120، يعني ما زال 2 على 122، فحناخذ 2. واحنا عارفين ان نظام الثماني يبدا من 0 ل 7، اي 8 قيم. فنقدرت 122 قسمت على 8 تساوي 15، فضل 2، حطيت 2 برا اللي هي كباقي قسمه. حناخذ ال 15 اللي هو حاصل من القسمه او نتاجها، حناخذه وحنقسمه مجددا على 8. 15 قديش فيها 8؟ فيها 1، يفضل لي 7، حنكتب ال 7. بعدين حنكمل، حناخذ الواحد، الواحد حنقسمه على 8، الواحد قديش فيه 8؟ فيه 0، ما فيش ولا 8، حناخذ الواحد هو نفسه كباقي قسمه. وزي ما عرفنا في الدرس السابق اسلوب اخذ الناتج حيكون هيك، حنديره مثلا هيك، حنسكرها يعني من فوق للوطة من اليمين لليسار. يعني نتاج العملية حيكون 271 من فوق للوطة من اليمين لليسار، 271. يعني القيمة 122 بالنظام العشري موازية للقيمة 172 في النظام الثماني. وحتى نتأكدوا، وبما أن عملية أو أسلوب التحويل من الثماني للعشري أسهل، فنقدروا ناخده 172 ونحولوها للعشري. يعني ناخده مثلا اللي هي حتكون مثلا 1 ضرب 8 أس 2 زائد 7 ضرب 8 أس 1 زائد 2 ضرب 8 أس 0، وناخد 8 في 8 64 زائد مثلا 7 8 أسها 1 8 8 في 7 ب 56 زائد أي رقم أسه 0 يساوي 1، يعني 8 8 ضرب 2 تساوي 16. نجمع القيم الثلاثة هذه حيعطينا ناتج 122، يعني إجابتنا صحيحة. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بدرس هذا وكان بسيط بالنسبه لكم، ويا ريت تعذروني على الخطا البسيط اللي صار في علامه او اشاره السهم اتجاهها. يا ريت في حاله عندكم اي استفسار او سؤال حول الموضوع او حول اي موضوع اخر حابين ان نديره من اجله فيديو او درس، يا ريت تكتبوا عنوانه او تكتبوا سؤالكم او استفساركم في التعليقات اسفل الفيديو، او تراسلوني عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بي الموجوده الروابط الخاصه بها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بدرس هذا وكان بسيط بالنسبة لكم مجددا، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. نتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم.